الشباب المتظاهر كان له رأي كذلك وانتقد أداء الحكومة والأحزاب الحاكمة. لنستمع إلى بعض آراء المشاركين بالتظاهرة. بس رسالة قصيرة أوجهها إلى كل السياسيين العراق وبالأخص سياسيين محور الديوانية. إحنا الشباب كطاقة علمية نحن ثورة وثورة. ثورة صناعية كخريجين صناعة وثورة تربوية كخريجين تربوية ثروة طبية وثروات كثيرة إحنا. أما تستغلونا قبل أن تفقدونا ونتحول إلى ثورة. ذيك الساعة إحنا هاي طاقتنا نستخدمها ضدكم. فبدل ما تستخدمونها نتجه لهذا الباب استثمرونه. احنا الشباب طاقه، اذا ما تستثمرنا هسه بشباب شو كنت تستثمرنا؟ وللعلم للعلم اكو كثير من الشعب العراقي ما يدري بها، سجناء رفحه كانوا يستلمون من النفط ايام الحصار. احنا هنا كاتلنا الجوع، هم كانوا يستلمون من اوروبا من الامم المتحده ياخذون. احنا اللي عانينا الحصار. احنا اللي عانينا، اذا اكو قانون يشملنا احنا اللي عانينا من الحصار، مو يشمل رفحه. احنا هسه وضع المدارس انتم مو سديتوا نقص وضع المدارس اذا طلعوا المحاضرين؟ سدينا نقص والاستاذ وياي بنفس المدرسه كادر مدرسه اللي داوم بها 5 المدير والمعاون وثلاث مدرسين والمحاضرين بها 12 محاضر. من هو الكادر؟ المحاضرين لو الملاك الدائم يعني جل الكادر الموجود اللي جاي يسد النقص هو محاضرين. ليش ما تنصفهم؟ هم قدموا لك خدمه على مر سنوات، ليش ما تنصفهم انت؟ شنو المانع يعني؟ لا تقول لي اكو يعني ضعف بالموازنه او ماكو تخصيص مالي. هاي كذبه كذبتوها على انفسكم وصدقتوها.